دي كانت استمرارا للنهج اللي احنا انتهجناه في اللائحه نفسها، في عرض اللائحه الجامعيه يوميه، والتاكد من ان كل البنود تتوافق مع المواثيق الاولمبيه والاحكام الدوليه. فكان لينا زياره يوم الخميس في اللجنه الاولمبيه، وجانا مشكورا النهارده شرفنا برئيس اللجنه الاولمبيه المهندس هشام حطب واعضاء مجلس اداره اللجنه الاولمبيه، وفي وجود وحضور قامه من القانونيين في النادي الاهلي على رأسهم المستشار محمود فهمي، المستشار علاء قنديل، المستشار أسامة قنديل، المستشار عادل الشريف، عمر الشريف. فكل دول موجودين، ومعاهم لجنة اللائحة اللي اتشرف بعودة اللجنة، وموجود الكابتن محمود الخطيب والنائب الأستاذ العمر فاروق. فحتى انضمنا أعضاء مجلس الإدارة كمان، أستاذ خالد مرتجي، أستاذ خالد درندالي، أستاذ محمد سراج، أستاذ مهند، بقيت أعضاء المجلس كانوا موجودين. كان حضور جميل جدا بيمثل قيمة النادي الأهلي. الحضور ده بيعني برضو الاهتمام اللي احنا ماشيينه في خريطة الطريق المتعلقة باللائحة. النهاردة آخر يوم كان لتلقي المقترحات، اللي بيتم دلوقتي ان بعض البنود مع الاقتراحات اللي قدمت من الاعضاء بنتاكد منها تتوافق مع الميثاق الاولمبي ومع القانون نفسه، وديالوج شغال جميل. يعني لغايه دلوقتي احنا قاعدين شغالين، معانا اعضاء اللجنه الاولمبيه، اعضاء مجلس اداره اللجنه الاولمبيه والفقهاء القانونيين، وبنكمل المسيره. يعني النهارده ان شاء الله سهره بحيث نبقى في الاخر نتوصل الى اخر البنود التي تم تعديلها، وبكره ان شاء الله عندنا مجلس اداره عشان يتم اعتماد التعديلات دي. هنخش بعد كده في مرحله جديده من مراحل اللائحه، ان مجرد اعتمادها ان شاء الله بعد الصياغه بتاعتها وفي مراحلها النهائيه، هنبدا ان شاء الله خلال الاسبوع دوت طرحها بقى كلائحه مش مشروع لائحه، مرحله جديده بعد التوافق اللي حصل ده من الحمد لله من جزء كبير من اعضاء الجمعيه العموميه ومن الراي العام. هيبقى في الكتاب بقى خلاص، هو ده اللائحه النهائيه اللي هتم التصويت عليها يوم 28 سبتمبر ان شاء الله القادم. اعتقد ان كل المجهود اللي شهد به الحمد لله المجتمع والاطار الجديد التي لم تشهده اللي ما شهدوش اي نادي في طرح لائحه على الجمعيه العموميه، هنتوقع وان شاء الله هيكون برضو في حاجه توازي الطرح اللي هو كان خارج الصندوق ده، هيكون برضو زخم وحضور ان شاء الله من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي غير طبيعي. ده المتوقعين يوم 28 سبتمبر. اللي حصل في النادي الاهلي ده بيمثل عملت حاله في البلد كلها، حاله اطروحه جديده من اطروحات ازاي يتعمل اللائحه يرجع فيها لاصل لصاحب السلطه الاصيل وهو الجمعيه العموميه. احترامنا للجمعيه العموميه غير طبيعي، وفي نفس الوقت بنتاكد ان احنا بنحمي النادي من خلال مشروعيه لائحه وانها تتوافق مع القانون. لازم يسفر في النهاية عن يوم عرس، يوم فرحة، يوم 28 سبتمبر ده لازم يكون كده يتوافق مع أحلام الأهلوية ومع طموحات أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. تم الرد على بعض البنود كتابة، وحاليا بنناقش معاهم بعض البنود خاضعة للمناقشة، يعني في بنود مكتوبة في بنود يعني خلوها معلقة للمناقشة معانا النهاردة كلجنة لائحة وكفقهاء قانونيين موجودين. الاستقرار على جميع البنود ده هيتم النهاردة، بكرة هيتم الاعتماد اللائحة في شكلها النهائي في اجتماع مجلس إدارة. يعني نعمل إن شاء الله أن يخلص الكلام ده النهاردة اللي هو كل البنود، يعني بحيث بكرة يبقى جاهزين لاعتماد الصيغة النهائية للائحة عشان نخش في الصياغة وطباعة بقى اللائحة بشكلها النهائي. والاستقرار على ده هيكون بعد الاستقرار على كل حاجة، يعني ما فيش بند تم البحث عنه. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، الجميل كمان ان احنا مقسمينها بالبنود، يعني متقسم كده كرسم بياني عندنا بمقترحات اعضاء جمعيه عموميه. سي مثلا لو فرض ان الاقتراح الفلاني المتعلق بالبند كذا في الباب كذا ده جانا ليه 500 مقترح، فبنشوف اولويات القراء الجمعيه عموميه وبناء عليها بيتم التغيير بما يتوافق مع القانون والميثاق الاولمبي. يعني بانت من يعني من اول لقاء لينا في اللجنه الاولمبيه يعني كان تعليقهم اللي هو نفس اللي هو الواقع، يعني ان دي الحاله الاولى اللي بتحصل في مصر
في النوادي نفسها في أندية مصر كلها أن يكون في خريطة طريق بهذا الشكل والمضمون. خصوصا أن احنا واللجنة الأولمبية متوافقين في كل أرائنا اللي هي الجوهر الرئيسي للقصة. اللجنة الأولمبية هي تسعى دائما لتعظيم دور الجمعيات الأممية طبقا للميثاق الأولمبي والأعراف الدولية. نفس الحكاية احنا كان كل خريطة الطريق دي نفسها بتديها عنوان هي تعظيم دور الجمعية الأممية. طبعا احنا يعني بنرحب باللجنه الاولمبيه في الزياره الاولى ليها في النادي الاهلي والمقر الرئيسي للنادي الاهلي وسعداء بيهم جدا جدا. ويعني انت عارف النادي الاهلي دايما بيحترم اللوائح والقوانين، وزي ما قلت قبل كده مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ما سابش هيئه او جهه قانونيه او جهه اداريه في الدوله ولها الصفة الرسمية إلا ما احنا يعني بعتنا وقلنا ورحنا زيارات. انت في الاخر بتعمل لائحة نظام اساسي للنادي الاهلي هيعيش، عايزين يعيش لفترات طويلة. احنا ابتدينا بمدار شعب والرياضة، ابتدينا بالجهة الادارية، ابتدينا ورش عمل ندوات مع اعضاء الجمعية العمومية اصحاب الحق الاصيل في هذا الكلام، وانتهينا في اللجنة الاولمبية بزيارتنا للجنة الاولمبية من ساعة ما احنا بعتنا خطاب موجه من مجلس إدارة رئيس النادي كابتن محمود الخطيب للجنة الأولمبية ومعاه مشروع اللائحة عشان خاطر يفيدونا بالمقترحات ويدرسوها. طبعا هم وجهوا لنا دعوة اللي احنا نروح على الفور، احنا لبينا هذه الدعوة ورحنا. يمكن هم أصروا اللي يبقى آخر خطوة احنا بناخدها كمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب أو اللجنة المركزية اللي موجودة برئاسة برضو رئيس النادي اللي هي تكون بوجود اللجنة الأولمبية مع لجنة الصياغة. طبعا انت زي ما انت شفتوا في قامات وقامات كبيرة في القانون، يعني المستشار محمود فهمي، معالي الوزير مجدي العجاتي، المستشار عمر شريف، المستشار أسامة أنديل، المستشار علاء أنديل، أستاذ محمد فتحي زميلنا وأخونا في النادي هنا. طبعا يعني في حاجات محترمة جدا. طبعا هذه الزيارة بتدل زي ما كابتن محمود الخطيب لو هي الرياضة المصرية هتمشي بهذا النهج والهيئات الرياضية هتتبع هذا النهج، دي قمة الديمقراطية وقمة الاحترام اللي الناس بتتعاون مع بعضيها بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، اللي انت بتخرج منه في النهاية لصالح الرياضة مش لصالح أشخاص أو مش صالح، لا انت بتخرج في الآخر لصالح الرياضة. تعالى احنا تابعنا اليومين اللي فاتوا منتهى الشفافية، وخصوصا في الحوار المجتمعي اللي حصل بين مجلس الإدارة واللجنة المركزية برئاسة رئيس النادي مع أعضاء النادي. واحنا شفنا القصة دي. انت النهاردة يمكن كنا في اللجنة المركزية بنقول هل لو قلنا الألفين المقترح اللي وصلوا دول او 2500 مقترح وصلوا دول ده قليل، احنا النهارده بعد ورشه العمل او اللقاء اللي حصل امبارح مع الشيخ زايد وصلنا ل 2765 اقتراح. اللجنه الاولمبيه النهارده جايه بمقترحات زياده على اللي احنا قلناه. فانت النهارده ما سبتش باب الا ما رحت وطرقت عليه الباب عشان تظهر في الاخر اللائحه تشمل الـ يعني حلم النادي الاهلي، رغبات الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، اديت الجمعيه العموميه حقها الاصيل في تقرير مصيرها في كل الامور. ما سيبناش حاجه غير الحمد لله زي ما انتم شايفين وشات الناس كلها، لان احنا ما عندناش حاجه. مجلس الاداره دي الناس كلها بتعمل عمل تطوعي بتقدم خدمه للنادي الاهلي، ما عندهمش حاجه يخافوا منها او يخافوا عليها الا حاجه واحده بس، هو النادي الاهلي، وده اللي احنا لازم كلنا نتفق عليه. فالحمد لله النهارده يمكن دي الزياره النهائيه باذن الله اللي فيها لجنه الصياغه، لان احنا خلاص ملتزمين بوقت اللي احنا يوم 20 لازم تكون صدرت اللائحه بشكلها النهائي اللي احنا هنعلقها عشان خاطر عضو الجمعيه العموميه يطلع عليها بشكل نهائي، عشان يوم 28 يبقى هو ده العرس الحقيقي للنادي الاهلي لاعضاء الجمعيه العموميه. اللي احنا وقلت برضو قبل كده كل ما بنراهن على جمهورنا ونراهن على اعضاء الجمعيه العموميه بيدينا اكتر ما احنا متوقعين. يعني احنا في النهارده في اللقاءات كنا متخوفين طب هيبقى في ناس في استجابه، في لقينا فوجئنا زي ما انتم شايفين في الاعداد على مستوى الثلاث افرع للنادي، حاجه بصراحه يعني مشرفه والواحد ليه شرف فعلا ان هو موجود في الوقت ده، لان يعني ده هيبقى تاريخ هيتقال بعد كده لولادنا، وتاريخ زي ما قبلينا سابوا لنا تاريخ احنا بنحافظ عليه الحمد لله، وبنحافظ على احترامه وبنحافظ على مبادئه، وزي ما احنا بنسيب لولادنا برضو مبادئ وبنسيب لولادنا تاريخ ان شاء الله يذكرونا بيه بالخير. واتمنى ان شاء الله اللي هيبقى في يوم 28 ده العرس الحقيقي ويكون حققت اللائحه دي حلم وطموح كل اعضاء جمعيه في النادي الاهلي. هو النهارده المهندس هشام حطب يعني منتهى الرقي
منتهى الاحترام، وفعلا هو المظله الحقيقيه للرياضه المصريه. اللجنه الاولمبيه جاي بنفسه النهارده ومعاه الافاضل اعضاء مجلس الاداره، والمفروض دكتور علاء جبر على وصول، مهندس ياسر ادريس اخويا وصديقنا لانه هو سباح واحنا بنحاز دايما للسباحه بصرف النظر عن تلات، لكن في الاول في الاخر مهندس ياسر ادريس ما نقدرش ننكر الانجازات اللي هو عملها في اتحاد السباحه خلال الفتره اللي فاتت، وموجود بصفه عضو اللجنه الاولمبيه. الدكتور بيقول لك المهندس علاء جبر ما هيبقى موجود على رأسهم، المهندس حطب جايين بنفسهم ومعاهم المشار الدمرداش اللي هو رئيس نادي الزهور في نفس الوقت ومشار لجنة الأولمبية مجلس الدولة. حاجة بص أنا يعني مهما قلت لك لا، حاجة الواحد سعيد بيها جدا، وجايبين بنفسهم الاقتراحات عشان يقعدوا في جلسة تداول دلوقتي هتحصل بين مستشارين النادي الأهلي وبين مستشارين اللجنة الأولمبية عشان نطلع في الآخر الصياغة النهائية. هيبدأ على الفورة على طول نصيغ في خلال 24 ساعة، هنعتمد حاجات هيتم تعديلها إن شاء الله بكرة في مجلس إدارة، هنعتمد الشكل النهائي يوم الأربعاء يا إما يوم الخميس، في الآخر هذه هتبقى صورة نهائية إن شاء الله بإذن الله. اشتغلنا عليها بالفعل، بس أنت عارف إحنا عندنا نظام، هذه الخطة لم تعتمد لغاية دلوقتي من اللجنة المركزية لأن الكابتن محمود يعني مكلفنا ودي في رقبتنا ان شاء الله باذن الله ازاي نعمل حاجه نوفر بيها كافه سبل راحه الاعضاء. انا معايا لجنه الحمد لله بتشرف لها في وسطيهم من اصغر عامل لغايه الساده مديرين الفروع على راس ثلاث فروع، وهم زملاء وافاضل سياده اللواء حسن مسعود استاذي واخويا الكبير، وسياده اللواء الفشاوي اخويا الكبير، استاذ خالد مرسي، ومن اصغر عامل في النادي الاهلي على مستوى الثلاث فروع واخدين على عاتقهم اليوم ده بالذات. وانا مش هقول اليوم ده، يعني لو انت هتشوفه من خلال من 8 شهور الحمد لله الناس كلها بتسعى لتلبيه اعضاء النادي الاهلي، وخصوصا اللي عاملين النادي الاهلي، هذه عائله النادي الاهلي، العاملين في النادي الاهلي او الموظفين في النادي الاهلي او المديرين في النادي الاهلي مش موظفين، لا ده هم ده بيتهم فبيخدموا فيه، كلنا بنخدم بعض عيله واحده، مفيش حد بيبقى طالب طلب غير ما بنلبيه. عشان كده انا بقول ايه، يعني يمكن شايفين انشاءات وشايفين وموسم صفر الحمد لله رب العالمين خلص بشكل الحمد لله، أتمنى اللي هو يكون نال الشكل الرضا من الأعضاء الجمعية العمومية، ولكن عملية الإنشاءات طبعا أنا كنت بقول للأعضاء الجمعية العمومية يعني بنهيب بيهم ونثق فيهم اللي هم بيستحملونا، لكن إن شاء الله بإذن الله هو ده اللي احنا عايزينه لأولادنا، هو ده الشكل النهائي اللي احنا المشروعات اللي احنا شغالين فيها. فأنا متهيألي من أصغر عامل لأكبر مدير في النادي كله قاعد لخدمة الجمعية العمومية، فده على مسؤوليتنا كلها اليوم ده اللي هو يبقى فيه إخراج بشكل يليق بالنادي الأهلي الناس كلها تتكلم عليه الله بإذن الله. من باب الخيمة هيخش من باب الخيمة ويخرج من باب الخيمة أقل من 7 دقايق إن شاء الله، ومع منع التصوير عشان خاطر التصوير ده بياخد مننا وقت وإحنا علينا فيه ويعطل مع التكدس اللي موجود، فإن شاء الله بإذن الله هيبقى كل كلمة هنقولها هنبقى ملتزمين بيها إن شاء الله. والله يعني طبعا شرف لي أن أجي نادي الأهلي، نادي العريق، النادي الكبير اللي هو أحد الأهرامات الكبيرة بتاعت الرياضة في مصر، والسمعة على مستوى العرب وأفريقيا والعالم. شرف لي أن أبقى موجود هنا، وشرف لي اللي هي أن أنا أقدم كل الخدمات اللي طبقا للصلاحيات بتاعتنا وطبقا للواجبات اللي علينا. احنا شفنا طبعا اللائحه، احنا رجعناها مع بعض، اما الوفد بتاع النادي الاهلي كان موجود عندنا من كام يوم برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وقلنا كل راينا فيه، وبعتنا الحاجات دي في جدول مقارن امبارح، ايه الحاجات اللي هم كانوا طالبينها واحنا راينا فيها وليه الراي ده حطيناه، يعني التسبيب بتاع الراي بتاعنا. وطبعا هم كل الحاجات اللي احنا تواصلنا معهم بيها كلها اتحلت، ما فيش عندنا اي مشاكل ولا اي خلاف، احنا وضحنا وجهه نظرنا، والناس كده بكل صدر رحب قبلوا التوضيحات بتاعتنا، واحنا شفنا ارائهم، وفي حاجات من كتير من الاراء اللي كانوا قايلينها سليمه برضه، فاحنا توصلنا كلنا لان كل الحاجات المعروضه انتهت وخلصت. وطبعا يعني النادي الاهلي مثال للديمقراطيه ومبدا استقلاليه الرياضه اللي احنا كلنا بالنادي بيه واللي اللجنه الاولمبيه بتنادي بيه. سالوا جميع الاتجاهات اللي بتاعت نادي الاهلي، فين جميع الافرع، جميع المقرات، زي مش عايز يعني استعمل المصطلحات المظبوطه عشان بتزعل ساعات ناس، وخدوا رايهم كلهم، خدوا راي الناس الكبيره والناس القديمه واللاعبين وكل حاجه. فدي ان شاء الله هتطلع لائحه متكامله لها راي الجميع موجود فيها، الراي القانوني موجود فيها، الميثاق الاولمبي والمعايير الدوليه طبقا للدستور في ماده 84 ملتزمه بيها.
يعني هتطلع لائحه نموذجيه ان شاء الله كده تدرس. واحنا دايما في النادي الاهلي خدنا من النادي الاهلي دايما ازاي نتعلم اللي جاي ونتعلم اللي راح ونلتزم بالتقاليد المحترمه وكل حاجه. ربنا يديم كده اللي يديم المكان ده كده بالعلو ده ودايما يبقى احسن كده ونشوف منه الابطال في كل المجالات. والله لغايه النهارده هو في مقر واحد لسه النقاشات دي شغاله, انما ده انا بتكلم على الحالي, على اللي موجود حالي. ان شاء الله ده اللي واضح. الجمعيه العموميه لها الحق في كل حاجه تقول اللي هي عايزاه, وتعتمد بما لا يتعارض لا مع القانون العام ولا مع قانون الرياضة ولا مع المواثيق والمعايير الدولية ولا مع اللائحة المالية الخاصة بالرياضة اللي هي طالعة من وزارة الشباب والرياضة. فإذا احنا التزمنا بالأربع اتجاهات دي إن شاء الله اللائحة هتطلع كاملة متكاملة وتخدم الرياضة وتخدم الجميع ما يبص لها ويحظي نفس الحزو ده. هنقدر نعمل لوائح كويسة جدا. وكان دايما بيتقال إن يا جماعة لسه حتة النضوج اللي موجود عند الجمعية العمومية عشان هي اللي تحكم نفسها واللي هي تطلع لوائح والكلام ده. فالمثال اللي احنا شفناه النهارده في نادي الاهلي كسر المقوله دي, ان لسه مصر مش لسه الانديه مش ناضجه ولسه الجمعيات العموميه مش على المستوى اللي تقدر تاخد قرار تسير بيه اعمال النادي. اظن دي اللائحه دي احسن كتير من اللوائح اللي كانت موجوده اللي كانت طالعه من وزارات قبل كده ومن مجلس قومي للرياضه وغيره, لان هي عارفه اللائحه دي قد ايه الاحتياجات الموجوده في النادي, ايه طبع النادي, ايه المستقبل القريب والمستقبل البعيد اللي النادي بيخطط له, وبناء على كده يتعمل لائحه. وبعد مده ما تختلف في التطبيق تتعمل حاجه جديده, وده الاساس وروح الميثاق الاولمبي والمعايير الدوليه. حضرتك لغايه دلوقتي احنا بنبتعد عن الموضوع ده لان احنا بنطرق اللائحه قبل العرض على الجمعيه العموميه. فالوضع اللي حضرتك بتقول عليه ده مش هيحصل خالص, لان احنا قلنا كل الموجود عندنا. المجلس الاداره الواعي بتاع النادي الاهلي طرح الموضوع ده عشان يبقى كل حاجه جايه من بدري, كل حاجة تعدل قبل ما ترفض. وده الوعي بتاع الناس الإدارة السليمة والإدارة المحترفة في اللي كانت بصفة عامة أو في رياضة زي ما عملنا النادي الأخير. أنت اللي هتقولي هو النادي الأهلي زي الأندية التانية في كل حاجة, طبعا مع احترامي لجميع الأندية التانية, إنما مصر فيها أندية كتير وفيها رياضة على جميع المراكز وعلى جميع الأندية. النادي الأهلي نادي له طبع خاص وله نظام خاص ولها وله طبيعة خاصة في التعامل مع بعض أعضاء الجمعيات العمومية بتاعتهم وأعضاء النادي. فالنادي الأهلي يعني متميز جدا, وندعو كده أن التميز دايما يبقى زايد على طول. كان لقاء النهاردة مهم جدا بين الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي الموقر والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة على رأسهم المهندس ياسر إدريس. أحب أقول أن دي كان الحلقة الثانية من لقائنا مع النادي الأهلي بخصوص اللائحة النظام الأساسي المشروع المعروض على الجمعية العمومية 28/9. كان لينا كلجنة أولمبية بعض الملاحظات استعرضناها في لجنة الأندية والهيئات في اللجنة الأولمبية وأهم المختصين باللجنة الأولمبية بمراجعتها. اللائحة في مجملها لائحة متميزة تدل على جهد كبير جدا بذل لتخرج لائحة تليق بالنادي الأهلي, بحجم النادي الأهلي, بعراقة النادي الأهلي. أتوقع أن اللائحة بهذه الصورة ستكون لائقة بالنادي الأهلي الفترة القادمة, ونقدر نقول أن البنود التي تضمنتها اتسمت بدقة الصياغة, اتسمت بدقة التبويب, بتغطية جميع المسائل التي لابد أن تتناولها لائحة النظام الأساسي, تتوافق بشكل كامل مع قانون الرياضة 71/2017, تتفق مع الميثاق الأولمبي والمبادئ الأولمبية الدولية. ده اللي بيهمنا في اللجنة الأولمبية مراعاته والتأكد منه. إن شاء الله يوم 28/9 يكون عرس جميل في النادي الأهلي قلعة الوطنية, ويكون هناك لائحة تليق بالنادي الأهلي. أقدر أقول أن كان ما يهمنا هو التأكيد على التوافق في المسائل, رفع أي قيود تتعلق بالترشيح أو بمدد الترشيح, أي قيود تتعلق بالتمييز لبعض المقاعد لأن هذا يخالف الميثاق الأولمبي. بنؤكد على أن حرصنا الكبير على أن نكون اليوم في النادي الأهلي كان الهدف منه تأكيد فكرة التعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية والهيئات الرياضية التي تقدم مشروعات اللوائح الخاصة بها للمراجعة. جهد اللجنة الأولمبية الهدف منه هو أن تتبلور جميع
الجهود لتخرج اللائحة التي تليق بأي نادي. طبعا النادي الأهلي له مكانته الكبيرة، ولكن احنا بنقول في اللجنة الأولمبية بنراعي هذه الجهود تكون متكاملة للوصول إلى التوافق مع الميثاق الأولمبي. النقاط الأخرى والتي تتعلق بقانون الرياضة، اللائحة يعني أفتكر هي متكاملة في هذا الجانب، ما فيش مخالفة لقانون الرياضة، في مراعاة كاملة للائحة المالية 605 لسنة 2017 الخاصة باللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية. يعني أتوقع تكلمنا برضك في المسألة بتاعة التسوية والتحكيم ومركز تسوية التحكيم والاختصاص، وضبطنا الاختصاص الخاص به. التعريفات طبعا دائما بتأخذ حيز كبير من الاهتمام، زي تعريفات العضو العامل وعضو الفرع والهيئات الرياضية ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية والأنصبة، أيضا بتأخذ جزء كبير من الاهتمام. الأهداف الخاصة، باب الاستثمار أيضا مهم جدا، ولائحة النادي الأهلي بتفتح أفاق جديدة الاستثمار حقيقي يعود بالنفع على قلعة بحجم النادي الأهلي، أيضا إنشاء الشركات وما يتعلق بها. أتخيل أن جميع النقاط التي تناولها الاجتماع النهاردة يمكن أكثر من 5 ساعات اجتماع متواصل، اقدر اقول ان كانت نخبه متميزه جدا من اساتذتنا القانونيين كبار القامات القانونيه في مصر، المستشار محمود فهمي والمستشار مجدي العجاتي والمستشار احمد امين حسان والمستشار عمر الشريف، مجموعه، والمستشار طبعا اسامه قنديل، مجموعه لا تخرج الا طيب. وايضا اتوقع ان هذا الجهد كان مقابله في اللجنه الاولمبيه التقدير والثناء وبعض التعديلات التي استجاب لها القائمون في النادي الاهلي، واتوقع ان تعرض في اجتماع مجلس الإدارة. كابتن محمود الخطيب نور اللجنة الأولمبية الأسبوع الماضي، وأتوقع أن جميع التساؤلات التي سلمت لنا تم الإجابة عنها، وجميع الاستفسارات وبعض المصطلحات التي كانت تحتاج ضبط والاستفسارات الخاصة بالميثاق الأولمبي تم الإجابة عنها كاملة. اللجنة الأولمبية اليوم أصبحت قامت بدورها، وأتوقع أن النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي غدا سينظر جميع المداولات والمناقشات التي تمت اليوم وسيأخذ قراره فيه، الذي نحن على يقين أنه للصالح العام ولصالح النادي الأهلي. أتوقع أن دورنا كلجنة أولمبية انتهى، وقدمنا كل المعونة الفنية، إلا إذا تم استحداث مواد أخرى بناء على الحوار المجتمعي الرائع اللي النادي الأهلي بينفذه على مستوى المقر والفروع. هذا الأمر إذا حدث سيرسلون لنا خطاب جديد بالمواد المستحدثة لنظر في توافقها مع الميثاق الأولمبي وقانون الرياضة، وحتى يحدث ذلك أستطيع أن أقول أن اللجنة الأولمبية قد أتمت دورها في النادي الأهلي. صورة مبهرة جدا، النادي الأهلي يسطر حروفا من نور يؤكد فيها عراقته ويؤكد تواصل الأجيال فيه. يعجبني جدا أن النادي الأهلي يرسل لجميع أعضاء مجالس الإدارة السابقين يستفتيهم ويسألهم ويستشيرهم ويستزيد من علمهم، يرسل أيضا لشخصيات وقامات كبرى، يرسل إلى الأندية والهيئات الرياضية لتعطي رأيها في دستور حقيقي سيكون نموذج ومثال للأندية المصرية. أستطيع أن أقول أيضا أن استعانة النادي الأهلي بالقامات القانونية الموجودة ثم اللجوء للجنة الأولمبية يؤكد قيمة وقامة النادي الأهلي. النادي الأهلي قدم درس جيد جدا في الحوار المجتمعي، في الديمقراطية، في سماع الأعضاء. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب يعني ضربوا مثل، أتمنى من جميع الأندية أن تحذوه ومن الهيئات الرياضية أيضا. والله الاجتماع ده كان بيحصل لان دي يمكن حاجه بادره كويسه جدا من النادي الاهلي هنا، ان هم بعد حطوا المشروع او التصور المبدئي للائحه، فاحنا طبعا اتعرض على اللجنه الاولمبيه الحقيقه مشكوره ممثله في المستشار محمد الدمرداش وجميع اعضاء اللجنه الاولمبيه، جم هنا النادي الاهلي لمناقشه البنود اللائحه اللي فيها بعض الاختلافات اللي يعني هنقول بسيطه جدا، وحصل تلاقي في بعض البنود وكتير جدا 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 في المقترحات اللي جت من الأعضاء، تلاقت مع إرادة الأعضاء والإرادة المقدمة من مجلس الإدارة والإرادة من اللجنة الأولمبية علشان تطلع إن شاء الله لائحة بإذن الله تكون توافقية من الكل وتحوز رضا أعضاء النادي الأهلي إن شاء الله. شايف ان دي تجربه ناجحه جدا من مجلس الاداره الحقيقه اللي موجود، لان اللائحه دي مش ملك مجلس الاداره، ودي ملك للجمعيه العموميه وجميع اعضاء النادي الاهلي، فكان بالتالي كان يعني الحقيقه يستوجب على مجلس الاداره ان هو يعمل العمل ده، ان هو بيعرض على الكل. وانا واحد من الناس اللي شاهدين الحقيقه يعني شفت حق ان المقترحات المقدمه يعني المشروع اللي مطروح ده اتعدل فيه كتير جدا 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 بناء على رغبات الاعضاء، والحقيقه استجاب مجلس الاداره والقائمين على اعداد اللائحه بكل المقترحات
المقترحات اللي بتيجي من كل الجهات، سواء من الإعلاميين، سواء من الأعضاء، سواء على الموقع، سواء بالإيميلات، سواء بأي مراسلات بتيجي، بتدرس الحقيقة وبتكون يعني بتتحط موقع أو للتنفيذ. والحقيقة أنا شايف إن التعديل، وإن شايف إن دي طريقة كويسة جدا، لأن ده زي ما قلت لحضرتك في الآخر دي مش حاجة خاصة بمجلس الإدارة، دي خاصة بأصغر عضو من أعضاء مجلس الإدارة. فكان الحقيقة إن إحنا نتوافق مع كل الفئات وكل الأعضاء، دي ضرورة ملحة لوضع دستور يحكم النادي الأهلي في الفترة اللي جاية. يعني طبعا كان في نقاط كثيرة جدا خاصة بالشؤون العضوية، المدد بتاع تقديم الطلبات مثلا للمطلقة أو الأرمل أو ما شابه ذلك، كانت بعض في نقاط خلافية حوالين برضو يعني تشكيل مجلس الإدارة تحت السن، يعني بنود كتير جدا جدا الحقيقة اتناقشت. في مقترحات جت أعتقد أن تمت الاستجابة ليها بشكل مباشر، كان في محطوط حاجة زي المجلس شارت شالت، كان محطوط حاجات معينة مش متوافقة مع بعض، الميثاق شالت، وكل المقترحات اللي تقدمت كانت يعني لما بيحصل عليها توافق ولو 60% من الطلبات كانت بتكون يعني بتتنفذ بنسبة 100%.